بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حياتنا هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم وشاشة الجميع شاشة تلفزيون قطر ونحن في يوم الأربعاء بداية في هذا المساء مشاهدينا الكرام يسعدني أن أمسي بالخير على أخوي وزميلي عبد الله الحلابي عبد الله مساء الخير مساك الله بالنور سلمان ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام حلقة جديدة وبإذن الله تكون مفيدة بالمواضيع الكثيرة اللي راح نتطرق لها إن شاء الله وأكيد تقاريرنا ونقولاتنا اليومية مثل ما عودناكم في برنامج حياتنا من سبع إلى ثمان بالاضافه الى كوكبه من الضيوف المتحدثين عبد الله اللي راح يثرون حلقه اليوم ولعل مشاهدينا البدايه ستكون دائما بالاخبار المحليه حيث اعلنت وزاره البيئه والتغير المناخي عن بدء تطبيق قرار حظر رعي الاغنام والماعز في جميع مناطق الدوله اعتبارا من اليوم وحتى 30 من ابريل من العام المقبل وفقا للقرار الوزاري رقم 23 لسنه 2023. بشان يعني تمديد حظر رعي الابل وتنظيم رعي الاغنام والماعز في جميع مناطق الدوله. اكيد نو ايضا نوهت وزاره البيئه الى ان القرار يهدف الى الحفاظ على النظم البيئيه الطبيعيه وضمان نمو وتجدد النباتات والاعشاب الموسميه وزياده مخزون البذور في التربه والحفاظ على توازن التنوع الحيوي بالدوله. وياتي هذا القرار ايضا بالتزامن مع انطلاق موسم التخييم الذي بدا اليوم وهو الأول من شهر نوفمبر أكيد هذا قرار جدا مهم بالنسبة لوزارة البيئة والتغير المناخي ونتمنى إن شاء الله من الجميع الالتزام بهذا القرار وبداية موسم التخييم عبد الله أكيد موسم إن شاء الله راح يكون ممتع والأجواء الحين صارت حلوة مطر وبرد الجو شوي لعب طائرة إن شاء الله إن شاء الله نرجع نلبس الشتوي بعد <applause> يا إن شاء الله إذن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى موضوع آخر حيث نظم ملتقى كتارتك بالمؤسسه العامة الحي الثقافي كتارا نظم لقاء نقاشيا بعنوان مستقبل الذكاء الاصطناعي حضره عدد من المختصين والمهتمين والاعلاميين وياتي هذا اللقاء ضمن فعاليات وانشطه ملتقى كتارتك بمناسبه الذكرى السنويه السابعه لانطلاقه في هذا الصدد اكد الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي المدير العام للمؤسسه العمل الحي الثقافي كتارا اكد في كلمه له بالمناسبه على اهميه ما أحدثه هذا الملتقى العلمي الهام خلال السنوات الماضية من حراك فاعل في نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات في المجتمع ودعم العديد من المشاريع النوعية والناشئة في هذا المجال. وأكد أن المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة ومن خلال ملتقى كتارتك تسعى لتقديم نماذج رائدة والتطرق لافكار ومواضيع من شانها ان تبرز قيمه البيانات والذكاء الاصطناعي وما يطرحه ذلك من اسئله وتحديات. اكيد عبد الله كما ونوه الى ان الهدف هو استقطاب الشباب القطري وتقديم الدعم المعرفي اللازم لهم بما يسهم في تطوير مهاراتهم وطاقاتهم وكفاءتهم حتى تتشكل قوه تقنيه قادره على المساهمه في التنميه المستدامه في مختلف المجالات. وكذلك تطوير الاقتصاد الوطني والمشاركة في النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات أكيد مثل هذا الملتقى في سنة السابعة سلمان أكيد ما كمل وما شفنا تقدم كبير في هذا الملتقى إلا كان في نجاح في النسخ السابقة النسخ السابقة أكيد عبد الله من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا راح ناخذ جولة مع المشاهدين الكرام إلى مكتبة قطر الوطنية التي شهدت أمس افتتاح معرض حروف الإيمان الخط العربي في اندونيسيا بالشراكة مع المؤسسات الثقافية المحلية والأندونيسية ويلقى المعرض ويلقي المعرض الضوء على مجموعة من مقتنيات المكتبة الفريدة والتراث الإسلامي الغني لإندونيسيا من خلال الجمال الرائع للمخطوطات القرآنية كما يقدم مجموعة من القطع الأثرية ستعرض لأول مرة في قطر وتمت استعارتها من مؤسستين اندونيسيتين مرموقتين ومن المقرر ان يفتتح المعرض ابوابه للجمهور ابتداء من اليوم الاربعاء. جميل جدا ان احنا نروح مثل هذه المعارض ونتعرف على الخط العربي في اندونيسيا ونتعرف على مخطوطات للقران الكريم يمكن صار لها سنين طويله سلمان. خصوصا لو ترجع تاريخيا عبد الله هذه المنطقه تحديدا او اندونيسيا تحديدا كان فيها عدد كبير من حركات التجاره الاسلاميه ودخول الاسلام لهذه الدوله اللي اصبح اللي أصبحت من أكبر الدول الإسلامية كعدد سكان وتأثرت بشكل كبير بالثقافة الإسلامية وأيضاً الثقافة العربية بالمخطوطات وعدد كبير من الأمور. أكيد هذه فرصة للجميع للحضور لهذا المعرض. ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام إلى جامعة قطر، حيث اختتم المؤتمر الدولي الرابع للاستدامة. الذي جمع الذي جمع على مدى يومين باحثين واكاديميين وصناع قرار وخبراء اعمال لمناقشه احدث الابحاث والتقنيات لمواجهه التحديات العالميه المتعلقه بالتنميه المستدامه، عن ابرز القضايا التي ناقشها المؤتمر خلونا نشوف وياكم هذا التقرير. التحديات العالميه في مجال التنميه المستدامه شكلت محور نقاش بين عدد من الباحثين والاكاديميين وصناع القرار الذين شاركوا في المؤتمر الدولي الرابع للاستدامه الذي نظمته كليه الاداب والعلوم بجامعه قطر المؤتمر تناول مجموعه من المحاور في مجال التنميه المستدامه منها تغير المناخ والاستدامه والامن الغذائي والمائي والطاقه الحيويه والطاقه المتجدده اضافه الى اداره النفايات والاقتصاد الدائري الهدف من المؤتمر توسيع نطاق تبادل الخبرات في هذه المسائل والتعرف على الحلول المبتكره في سبيل تحقيق مفهوم التنميه المستدامه ومواجهة مشكلة استنزاف الموارد، وفقدان التنوع البيولوجي، وتقليل النفايات، وإعادة الاستخدام والتدوير. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للتنمية المستدامة، تزامن مع احتفال دولة قطر بأسبوع الاستدامة، وبتنظيم إكسبو الدوحة 2023 للبستنة. ويعتبر هذا المؤتمر واحداً من الفعاليات التي تنظمها كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر مساهمة منها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. عودة لكم مجددا اعزائي المشاهدين بعد ما شاهدنا معكم هذا التقرير، عبد الله تتفق معي انه بدءا من شهر اكتوبر الشهر اللي راح ودخولا في نوفمبر وديسمبر ويناير وبعد الشهور تزيد الفعاليات المؤتمرات وحتى كل ما يتعلق ب استضافة وفود عندنا في الدولة سبحان الله دائما سبتمبر بداية الخير يكون استمرارا حتى ابريل دائما مثل هذه الفعاليات تكون في مختلف المجالات شفنا المؤتمر الخاص بمجال قد يتعلق بالاستدامة أو بس عندنا فعالية الأكسبو التي انطلقت الشهر الماضي وتستمر حتى نصف عام وعدد كبير أيضا من الفعاليات حتى في مجال الرياضة عندنا كأساسية أكيد وأنا دائما أقول بأن الشتاء في قطر غير الفعاليات الموجوده في قطر غير، الاجواء الموجوده في قطر غير، فاللي يتابعنا الحين من برا قطر قلنا له نصيحه، تعال زورنا في هذه الفتره وشوف الفعاليات الكثيره وشوف المؤتمرات والملتقيات اللي تم تنظيمها في دوله قطر. اكيد عبد الله احنا راح نترك الساده المشاهدين مع هذا الفاصل واكيد لنا عوده. عودة لكم مشاهدينا واكيد الرحب بكل من انضم لمتابعه برنامج حياتنا مشاهدينا منذ نكبه عام 48 ساهم الادب المقاوم في التعريف بالقضيه الفلسطينيه وتقديمها للعالم فمن منا لا يتذكر عائد الى حيفا ورجال في الشمس لغزان كرفاني ومن منا لا يتذكر قصائد محمود درويش وسميح القاسم وكيف لنا ان ننسى حنظله الفلسطيني الذي ابدعته انام الفنان الكاريكاتير ناجي العلي اكيد مشاهدينا الكرام اليوم ونحن نعيش هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزه والضفه الغربيه، هل ما زال الادب قادر على التعبير عن واقع القضيه الفلسطينيه؟ وكيف يمكن لهذا الادب المقاوم ان يقدم للاخر سرديه تتوافق مع واقع ما جرى منذ عام 1948 حتى يومنا هذا؟ عن هذه الاسئله وعن دور الادب المقاوم في نصره القضيه الفلسطينيه سرنا ان يكون معنا في الاستديو الكاتب الروائي الاستاذ جمال فايز نسعد بوجودك معنا اليوم في برنامج حياتنا استاذ جمال ومساء الخير. مسيكم الله بالخير وشكرا سعيد جدا بحضوري واسمح لي بدايه قبل ان نسهب في حديث الادب الادب المقاوم في فلسطين الحبيبه ان نتوجه بخالص العزاء والمواساه الى ذوي الشهداء الذين سقطوا فداء للوطن لهويتهم في الجرم الآثم الواقع الآن في فلسطين الحبيبة، ونحسبهم شهداء. هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. بإذن الله، الله يرحمهم إن شاء الله جميع. سيد جمال اليوم احنا نتكلم عن الأدب الفلسطيني المقاوم. خلينا نتكلم عن هذا الأدب وشنو الشيء اللي أحدثه عبر التاريخ. أدب الأدب عموما البداية قبل أن أجيب إجابة مباشرة مهم جدا في تثبيت الهوية الوطنية، الثقافة الوطنية ولا يقل أهمية عن البندقية. فالقلم والرصاصة هما جناحان لجسد واحد ألا وهي القضية الفلسطينية أدب المقاومة في فلسطين هو قديم بدأ من بدايات الأولى للألم الذي ألم بفلسطين لكن تبلور بشكل جلي في نكبة عام 1948 وكثير من النقاد والباحثين والدارسين يرون أن صانع أدب المقاومة في فلسطين هو الأديب الفلسطيني الراحل غسان كنافاني <applause> الذي اغتيل في يوليو 1972 في سيارة كانت مع ابنة خالته لميس اغتيل من خلال تفجير السيارة على أيدي عملاء إسرائيليين. غسان كنفاني بدأها طبعا برجال في الشمس التي صدرت في عام 1963 وكانت فكرتها تدور حول نكبة 48 من خلال تجسيدة أربع نماذج من الشخصيات اللي تحمل هذه الفترة وتلاها بعد ذلك أعمال أخرى فأصدر مثلا عائد إلى حيفا اللي تتناول الفلسطيني الثائر وبعد ذلك اصدر ايضا روايه اخرى في ما تبقى لكم. وتوالت بعد ذلك الاعمال العديده يكفي هنا ان اشير في كاتب وباحث ناهض زقوط يشير على سبيل المثال في مجال الروايه ان عدد الروايات التي صدرت من عام 1920 الى نهايه عام 2020 تجاوزت ال 900 عمل روائي. فقس على ذلك طبعا بقيه الاعمال الادبيه سواء كان في مجال القصه القصيره، في الشعر، الدراسات، المقالات الادبيه، البحوث. والامر الاخر المهم ايضا ان هذا الادب لم ينكف في داخل الوطن الفلسطيني انما امتدت ارتدادات وظلاله على كل العالم ليس فقط العالم العربي فقدم هناك وتبنى كثير من الادباء العرب في كل مجالات الادب القضيه الفلسطينيه وكثير من هذه الاعمال تندرج ضمن ما يعرف باسم ادب المقاومه في فلسطين اكيد استاذ أه جمال تحدثت بلمحه تاريخيه جميله سواء عن غسان كنفاني او حتى ما كتب روائيا منذ عام 20 حتى هذه اللحظه، لعلنا في في قطر قبل ان نُسِب في محاور هذا اللقاء، لعلنا في قطر ايضا لدينا اسهامات ثقافيه في العديد من المجالات، نتذكر على سبيل المثال القصيده التي لحنها عبد العزيز ناصر احبك يا قدس لا تسأليني نعم. وايضا على مجال القصه والروايه سيد جمال حضرتك لك نصيب للقضيه الفلسطينيه، فدعنا نتحدث اليوم تاريخيا استاذ جمال بشكل شخصي عن نصيب القضيه الفلسطينيه او الادب المقاوم في في تاريخك الكتابي القضيه الفلسطينيه يمكن يميزها عن بقيه القضايا انها قضيه امتداد عربي وليس فلسطيني فقط لانها لها صله بجانب العقيده مقدساتنا هويتنا وجودنا هي ليست قضيه أرض وليست مجرد وإن كان كذلك وهي ليست مجرد حق وباطل وإن كانت كذلك لكن أيضا هي قضية تلمس عقيدتنا الإسلامية أنت تتحدث عن مصر الرسول صلى الله عليه وسلم صحت عن صحت أولى السلام. القبلتين عن 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 لذلك الاهتمام واحتضان هذه القضية حظيت على عند جميع الكتاب والأدباء العرب و قطر ما كانت ببعيدة من خلال كتابها وأدبائها وشعرائها وفنانينها تقريبا أغلب كثيرا من اللي أعرفه من شعراء إلا وله قصيدة أو له عمل رواي أو أعمال فني أنا شخصيا على سبيل المثال جميع أعمالي الأدبية التي صدرت مجموعة قصصية إلا وتجد فيها عمل على سبيل المثال أنا اول عمل كتبته كان في عام 1988 على من وحي الانتفاضه الفلسطينيه الاولى التي حدثت في عام 1978 وعرفت بانتفاضة الحجاره وكتبت بعد ذلك ايضا ترابي على صدري من وحي العدوان الاسرائيلي على غزه في 2014 وايضا كتبت الوطني اغني واستلهمت بعض الابيات لسميح قاسم احنا ايضا دائما في لحظة الألم تجد الأدباء والكتاب القطريين دائما متواجدين وحتى كثير من المؤسسات متواجدة والمسألة ليست قضية أن أنت مع وضد لا إحنا دائما وأبدا نعرف عن القطر أنها كعبة المضيوم ودائما تقف مع المنكسر في جميع دول العالم فما بالك عندما تتحدث عن قضيه هي ترتبط بوجودك بعقيدتك الى اخره لا. لذلك تجد يعني اليوم وعلى سبيل المثال الاعلام اليوم الاعلام بكل مراياه المسموع والمرئي والمقروء تلقاه متواجد وهنا من نافله القول الحقيقه انا اود ايضا اشيد بالاعلام القطري وهذه الان هذه المقابله هي نموذج على ان ايضا قطر تساهم في ابراز الجانب الحقيقه بشكل موضوعي وحيادي. والحقيقه يعني الامانه تقتضي ايضا ان نشيد بالدور الكبير اللي قامت به شبكه الجزيره لا سيما الاخباريه في ايصال الصوره الحقيقيه، احنا سابقا كنا نعاني في منطقتنا ان الاعلام الذي ينقل هو الاعلام الاخر بين قوسين بين اللي هو الاعلام الغربي. اليوم قناة الجزيرة نجحت في أن تقدم الصورة الحقيقية وبموضوعية وتعطي الفرصة للطرفين صح. أن يقدم وجهة نظرة ورأيه وكذا ولكن طبعا الكاميرا يعني ما بيخطف قصيدة المتنبي لكن أقول فعلا اليوم الكاميرا هي أصدق الباء، يعني وين شوي بغير يعني بدل ما أقول السيف في أن تنقل الصورة مجردة وحقيقية وكما تحصل ولذلك يمكن إحنا لاحظنا في يعني في اليومين ثلاثة أيام الأخيرة محاولات إسرائيل في كتم صوت الاعلاميين نعم. يعني احنا وقتل الكاميرا قدر المستطاع لإدراك باهميه القلم والكاميرا في نقل الصوره حيه وبموضوعيه الى الصوره الآخر. الصوره توصل بشكل اكبر ولكن اليوم لو احنا نركز على الادب بشكل اكبر اليوم في هذا الوضع في هذه المرحله الجديده اللي احنا قاعدين نعيشها يمكن الادب لو نتكلم من 48 الى مثل ما ذكرت من 20 الى الى 100 سنه كان واضح ولكن الفتره الماضيه وخلال هذه الفتره القادمه شلون تشوف دور الادب في هذه المرحله الجديده الادب سيظل حاضرا ويلقي بثمار دامت دام القضيه موجوده انت عندك وجع وظلم واقع عليك تعيشه وبالتالي دام هذا الامر موجود فالقضيه ستظل موجوده لن تنتهي. انا متاكد من ذلك بل بالعكس انت تدري ان الـ الـ الانتاج الادبي في كل مجالات الفنون الادبيه يعني من شعر من نثر ومن نظم يعني المقياس في ارتفاع في تزايد وليس العكس الصحيح. الانتاج يزيد بل اكثر من هذا وذاك. اليوم في دول آه غير عربيه ودول غير اسلاميه آه تتبنى آه نشر هذه الاعمال الادبيه وبعضها بل اكثر من ذلك ايضا تقيم المسابقات المختلفه، وايضا الحقيقه من الاهميه ايضا ان نشيد الى الادباء والعرب اللي يعيشون في المهجر نعم لهم دور ايضا يساهمون في عمليه ايصال اللصر. انا من وجهه نظري ان العكس الصحيح بالعكس اليوم تشوف انت قضيه هذه الان طوفان الاقصى على سبيل المثال كم احدثت من اعاده ما حاول كثيرين يعني من دول غربيه واسرائيل وغيرهم ان يطفئوا جذوه هذه القضيه ولكن مجرد طوفان الاقصى اعاد كل شيء فأدب المقاومه في فلسطين لن يتوقف في رايي انه سيظل يزداد ويصير حاضرا في افئده الجيل الحاضر والاجيال القادمه. استاذ جمال اذا تسمح لي بهذا السؤال ولعلنا نختم بهذا المحور وهو للامانه فضول فضول شخصي. اليوم عندما نتحدث عن ادباء يتحدثون عن هذه القضيه الفلسطينيه منذ منذ سنوات. اليوم كيف هو حال الاديب الذي يتالم كما يتالم اي شخص اخر من هذه المشاهد، من هذه الاخبار يتالم لعقيده بالنسبه له كما تفضلت لاخوان بالدين والانسانيه. يُقتلون يوميا، كيف لا في وسط هذا الالم ان يترجم هذا الالم الى الى كتاب؟ الاديب اكثر استشعارا ومعايشه <applause> مع الام قضايا امته. والانتاج الادبي الذي يقدمه الاديب هو مراه وانعكاس لواقع امته. الاديب لان هو تلقائياً عفوياً دائماً يقرأ ودائماً يبحث في التفاصيل ويغوص في هذه التفاصيل دائماً تجد أكثر استشعاراً وأكثر استشرافاً ولذلك يحاول أن يقدم والشيء الذي يعجبني في ما قرأت من أعمال أدبية أن الأعمال الأدبية سواء كانت لأدباء من فلسطين أو من عرب أو مسلمين تجد الجانب التفاؤل وجانب المقاومة وجانب التحدي وجانب الإصرار على البقاء وليس الانهزامية كما يعني يحاول من هناك يعني طرف أن يروج لا بالعكس لأن إحنا نؤمن إيمان تام أن قضية فلسطين هي ليست ظرفية وليست وقتية إنما هي وجودية وعقائدية ونؤمن إيمان كامل أن هي جزء من دين الإسلام الحنيف فيه. والقضية ستظل ذلك وتأكد حتى لو كنا في أسوأ من ذلك تأكد وكما نرى اليوم في القنوات المختلفة أخبار تأتينا ستجد القضية يظهر لها مسلمين هم يعني ليسوا من الدول العربية حدث اليوم في كذا يعني مثل دقستان مثل كولومبيا دول أمريكا الجنوبية المسلمين بل وأكثر من ذلك في هذه قضية طوفان الأقصى حصل شيء غريب وعجيب أن هناك من ظهرت جماعات ومظاهرات ما لهم علاقة بالدين الإسلامي لكن هو والوقفة مع الإنسان فإذا كان هذا الإنسان اللي ما له علاقة يقف مع الحق وإذا كان الإنسان العربي والمسلم يقف ده. مع قضيته الوجودية فما بالك بالأديب لا شك أن الأديب أه حقيقة أكثر استشعارا وعليه أكثر مسؤولية نعم. في أن يقدم هذه القضية كنت. إلى الأجيال وأن يثبت لأن القضية الفلسطينية هي ليست مجرد قضية تحدث بين فئة أو لا إنما مثل ما قلت وأؤكد على ذلك وأكرر هي قضية وجودية نعم، أكيد وهوية وطنية أكيد أكيد كل الشكر لك الكاتب والروائي الأستاذ جمال فايز على حضورك معنا اليوم إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله يا رب يا رب يعطيك العافية إذا مشاهدينا الكرام استذكارا للراحل الشيخ الدكتور احمد الحمادي ينظم النشاط الطلابي بجامعه قطر وبالتعاون مع مركز قيادات للاستشارات والتنميه البشريه، لقاء تحت عنوان ذكرى واثر ثمله الدعاء، اكيد اكيد مشاهدينا الكرام زميلنا حسن الشهراني متواجد هناك ليطلعنا على المزيد من التفاصيل ويجري عنده الكثير من المقابلات، حسن مساك الله بالخير وتفضل الكلمه عندك. مساك الله بالنور والسرور زملائي في الاستديو السادة المشاهدين الكرام نعم متواجدين اليوم في جامعة قطر تحديدا في مبنى شؤون الطلاب في هذه الندوة وهذا اللقاء الذي يتم بالتعاون مع مركز قيادات للتنميه البشريه في هذه الدعوه اليوم او هذا اللقاء والتي تحمل عنوان ذكرى واثر صمله الدعاء فالحمد لله على نعمه الاسلام ودوام دعوة الناس إليه، راح نتعرف أكثر عن هذه الدعوة التي تضم العديد من المشايخ والكتاب والأدباء مع ضيفنا الكريم السيد المهندس محسن الهاجري مدير مركز قيادات للتنمية البشرية يعطيكم العافية على هذه الندوة، خلينا نتكلم عن هذا اللقاء، أهمية هذا اللقاء في هذا الوقت. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، احنا اليوم نساهم في تنظيم هذا اللقاء مثل ما تفضلت، لقاء يجمع مجموعه من الدعاه والعلماء واساتذه الجامعه تحديدا كليه الشريعه في جامعه قطر، ونخبه من اهل العاملين في العمل الخيري في دوله قطر المعروفه بالعمل الخيري على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي والاغاثي بشكل عام. نساهم في تنظيم هذه الأمسية والتجمع هذا هذه الليلة بالتعاون مع جامعة قطر إدارة الأنشطة الطلابية لنسلط الضوء تحديدا على أحد رموز العمل الخيري في قطر والعمل الدعوي كذلك في في قطر رحمه الله عليه الشيخ الدكتور احمد الحمادي احمد محمد الحمادي رحمه الله عليه كان من احد اعمده ويعني العاملين اللي اللي فعلا كانوا فقدناهم في العمل الخيري في قطر وفي العالم الاسلامي وكان له تاثير كبير احنا سميناها ذكرى واثر لنستمع الليله الى مجموعه من المواقف والكلمات من الحضور للاثر والذكريات اللي اللي تركها فضيله الشيخ احمد الحمادي في نفوس اهل قطر بشكل خاص وفي العالم الاسلامي بشكل عام. دكتور احمد الحمادي رحمه الله عليه كان من اشهر الدعاه للاسلام في جميع اقطار العالم ككل. اليوم يعني مثل هذه الندوه وهذا اللقاء وهذه الذكرى ماذا تاملون من هذه الذكرى وتجديد هذه الذكريات للفقيد فقيد قطر نعم آه هذا هذا اللقاء تحديدا يعني واحد من الاهداف الرئيسيه ليس مجرد القاء الكلمات وذكر ماثر الشيخ رغم ان ماثر الشيخ تستحق ان نلتقي ونتكلم عنها يعني وما تكفينا يمكن يعني امسيه من الامسيات ولا حتى اصدار يعني من الاصدارات ولكن يعني نجتمع الليله من ضمن اهدافنا ايضا لمواصله الدعم ومواصله العمل الخيري في 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 قطر والدعوي بشكل عام مثل ما تفضلت لي ليستمر العطاء ليستمر العمل يعني على على هذه هذا هذا المجال لان هذا هذه الدعوه يعني تشرف كل من من يعمل فيها شكرا لك مهندسنا محسن الهاجري مشاهدينا هذه الدعوة دعوة الدكتور الراحل أحمد الحمادي يعني ما زالت مستمرة ولكن قبل ما نختم معنا ابن الدكتور محمد أحمد الحمادي اللي يتكلم عن رحلاته التي خاضها مع والده المرحوم فقيدنا في رحلاته الدعوية وخاصة استغلال الرياضة خلينا نتكلم عن دور الرياضة في نشر الدعوة الإسلامية أول شيء السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا الدعوة ما تقتصر فقط على أن تجلس مجلس علم وكذا آه الله يسلمك الدعوة في كل المجالات. في أيام الوالد الأخيرة يعني تم دخل مع الشباب في جو الرياضة وفي جو الدراجات، وكان في هناك رحلات، أشكر صراحة دراجي قطر على على تنظيم مثل هذه الرحلات اللي اللي خلته يدخل مع فئة الشباب، طبعا الدعوة مثل ما قلت لك ما تقتصر فقط على كتاب وعلم وتجلس في مكان واحد وتنغلق عن العالم. لا بالعكس تنخرط مع العالم وتدخل في مع جو الشباب وكذا. اذكر احدى المواقف اللي اللي احنا في خلال رحلتنا في الدراجات مرينا احد المدارس في في فرنسا أه وشفنا يعني اثرها وكذا فهاي كانت ذكرى طيبه صراحه و والجامعه لها كان لها دور كبير طبعا الجامعه كان من اكثر الاماكن اللي يرتاح فيها وانا اشكر صراحه اداره الجامعه لتنظيم مثل هذه الندوه. وكان من الاماكن اللي يرتاح فيها صراحه وكان حتى يعني في اثناء التدريس يمكن طلابه اللي احضروا معه يذكرون انه ياخذون المنهج وبعدين ثلاثة ارباع الحصه كلها فيها قصص واشياء تشويقيه فهذه كانت دعوه واتمنى ان هالشيء يستمر هو طبعا انسان حاله حال انسان بيروح لكن اللي يتم المجال الدعوي اللي راح نعم بالتأكيد ذكرى الإنسان دائما هي التي تبقى وفضيلة الدكتور أحمد الحمادي هذا الإنسان الذي دعا بنفسه وماله ووقته لنشر الإسلام وجميل جدا نرى الإنسان أن يستغل نفسه ووقته في خدمة هذا الدين إذا مشاهدينا هذه كانت تغطيتنا اليوم من جامعة قطر ونرجع للزملاء في الاستديو عبد الله وزميلنا الآخر شكرا لك على هذه التغطية من جامعة قطر ورحم الله الدكتور أحمد الحمادي أكيد مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر حيث انطلقت أمس الأعمال المؤتمر الأول في العالم لتكنولوجيا الإبل كامل تيك الذي ينظمه نادي قطر لمزاين الإبل التابع لوزارة الرياضة والشباب شراكة مع المنظمة الدولية للإبل بهدف مواكبة قطاع الإبل للتقنيات الحديثة والتحول الرقمي تفاصيل أكثر نشوفها في هذا التقرير مؤتمر تكنولوجيا الإبل هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وفي العالم يأتي تحت شعار كملتك من تنظيم نادي قطر المزين الإبل التابع لوزاره الرياضه والشباب بالشراكه مع المنظمه الدوليه للإبل أتت الفكره لمواكبه التطور الحاصل في التكنولوجيا من ذكاء اصطناعي ومن تقنيات، فكانت هذه فكره المؤتمر لدعوه المخترعين لطرح مشاريعهم من خلال اوراق عمل وفتح الباب للشراكه مع الشركات المختصه لتبني هذه المشاريع وتحويلها الى مشاريع فعليه يستفيد منها مجال قطاع الابل ويستفيد منها الملاك خاصه في التربيه ورعايه الابل. تفاعل جميل، ورش عمل جيدة. أتمنى أنها يعني تتطور في السنوات القادمة بحيث أنه نستضيف أعداد أكبر ومجالات أوسع إن شاء الله. في المنظمة الدولية للإبل طبعاً احنا نرحب بهالمشاركات هذه. لم نجد أحد في العالم سبق أنه تطرق لهذا الموضوع. فاللي عملناه انه جمعنا مجموعه صور كبيره جدا للابل وحاولنا نتعرف على خصائص الابل واعمارها واحجامها هذه المرحلة الأولى الحمد لله انتهينا منها ونشرنا الورقة على مستوى عالي قدمنا ورقة عن استخدام الذكاء الصناعي في مساعدة الحكام على تقييم جمال الإبل هذه الورقة اللي هي بداية مشروع راح تكون في استعمال الذكاء الاصطناعي كحكم مساعد لتقييم مقاسات الإبل ولتقييم جمال الإبل إن شاء الله من الأشياء المهمة اللي بقدمها إيش التطوير اللي إحنا نقدر نقدمه في الآلي اللي هو نستخدم إن شاء الله تكنولوجيا الذكاء الصناعي طبعاً هناك الكثير من الاشياء اللي بنقدمها ان شاء الله في هذا الموضوع وعندنا افكار كثيره وهي اصلا في الاصل حل لمشاكل موجوده حاليا في الراكب الالي المستخدم في سباقات الهجن. هاي التطوير وزياده الثقافه لنا يعني هذه الاول ما كانت موجوده لان اليوم فيها مهندسين وفيها مبتكرين لليبل فيها نظام الشرائح او تثبيت الإبل وسلالات الإبل بكره أي مطيه تاخذ دمها أو شيء تكون مثبته عندهم في النادي واليوم اكيد ان بنزيد معلومات على المعلومات السابقه أعزائي المشاهدين إلى موضوع آخر حيث أعلنت وزارة الصحة العامة عن نتائج المسح الوطني لاكتشاف ضعف الإبصار والعمى للفئة العمرية من خمسين عاما فأكثر والذي نفذته مع الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومنظمة الصحة العالمية أكيد عن هذه النتائج وما تعنيه وكيف لها أن تسهم في معالجة بعض مشاكل العين قبل تفاقمها سرنا أن يكون معنا في الاستديو الدكتور شادي الأشول وهو أخصائي العيون بوزارة الصحة العامة والباحث الرئيسي للمسح حياك الله معنا دكتور مساء الخير أخ عبد الله أخ سلمان شكرا على استضافتي سعدين بوجودك دكتور شادي معنا مرة أخرى في برنامج حياتنا واليوم لعلنا ندخل إلى إلى نتائج هذه الدراسة ودنا اليوم نطلع السيد المشاهد على هذه النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة بكل هذه الأطراف التي ذكرناها طبعا نتائج ما شاء الله مبشرة مذهلة انخفاض نسبة العمى إلى 0.3 انخفاض نسبة ضعف البصر الشديد إلى 0.2 مقارنة بالمسح الماضي عام 2009 يعني 12 سنه مرت اكيد تغيرت خدمه طب العيون في قطر النسبه كانت 1.2 فانخفضت نسبه العمى اربع مرات نعم فشيء هذا شيء من الشيء المبشر شيء جيد ايضا الاسباب اختلفت اسباب العمى سابقا كانت المياه البيضاء والمياه الزرقاء الان اصبح السبب الاول العمى هو اعتلال الشبكيه السكري فاصبح السكري انتشاره بصوره اكبر في المجتمع نسبه 40% من المشاركين مرضى السكري. امم يعني 40% صح المشاركين اغلبتهم او كل المشاركين عمارهم اكثر من 50 سنه نسبه 40% من المشاركين عندهم السكري والسبب الاول كان اعتلال الشبكيه السكري. تغيرت ديموغرافيه قطر تغيرت اسباب الضعف الابصار يعني ذكرت ان تم اختيار اللي فوق ال 50 سنه سبب اختيار هذه الفئه لاقام لاقامه هذا المسح وكم بلغ عدد اللي تم شارك. عليهم المسح وكيف تم اختيارهم المسوحات الضعف الابصار والعمى عاده تجرى في هذه الفئه العمريه هم. السبب انه كل الدراسات اثبتت ان 90% فاكثر من اسباب من وجود انتشار العمى وضعف الابصار في هذه الفئة العمرية فبالتالي الفئة العمرية تمثل المجتمع آه تم التعاون مع الجهاز المركزي للتخطيط والإحصاء آه قام بعمل الدراسة الأولية آه العينة كانت الأولية 5060 شخص ينقسمون إلى 1500 قطري و 3500 غير قطري هم يمثلون تقريبا أكثر من 165000 شخص أعمارهم يزيد عن 50 عاما ومقيمين في قطر قطريين وغير قطريين فمن ال 165 ألف تم أخذ عينة 5 ألف شخص موزعين على جميع مناطق قطر بحسب كثافة السكان تم تقسيمهم إلى ذكر وأنثى كل العينة الأولية تم أخذها من الجهاز المركزي للإحصاء نسبة المشاركة كانت 8% نسبة ممتازة جداً وبالتالي تم فحص عدد 4000 شخص تم فحصهم في عشرة من المراكز الصحيه الاوليه قام موظفي وزاره الصحه بالتواصل مع العينه الاوليه 5000 في 80% كان موافقه بالتالي نسبه تقريبا 4000 شخص اللي هم قاموا بإجراء الفحوصات اليوم اليوم هذه العينه دكتور على اي اساس تم اختيارها او ما هي المعايير التي على اساسها تم اختيار هذه العينه المختاره لاجراء هذا المسح؟ عام اول عاملين العامل الاول يكون الشخص عمره اكثر من 50 سنه الشيء الثاني أن يكون مقيم في قطر اكثر من ستة شهور بالتالي الزيارات الزوار في فرضا السياحيه تم استبعادهم ال 5000 هم يمثلون المجتمع نعم السبب الاول طبعا المسح اسمه باللغه الانجليزيه رابط assessment اوف بلايندنس مسح السريع العمى المسح السريع اول حاجه يستهدف فئه معينه اللي هم عمرهم اكثر من 50 سنه وهم يمثلون المجتمع لان اغلب حالات الضعف اللي والعمى العمى واغلب الاسباب زي المياه البيضاء مياه الزرقاء يعني اعتلال الشبكيه عند كبار السن فبالتالي هم يمثلون المجتمع السبب الثاني عددهم بسيط عاده من 3000 ل 5000 في كل المسوحات السبب الثالث للمسح السريع الفحوصات فحوصات معينه نعم فحص حده الابصار فحص السكر وفحص ضغط العين نعم فبالتالي يسمى سريع يعني دكتور خلنا نتكلم عن التعاون بينكم وبين مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه وايضا منظمه الصحه العالميه بخصوص منظمه الصحه العالميه عند جراء اي مسوحات يتم التواصل مع مكتب منظمه الصحه العالميه هنا او اللي في جنيف اختيار ما ما هي الطرق المناسبة للمسح. من هم الأشخاص الذي سوف يتم المسح عليهم؟ ما هي ما هي تجارب الدول الأخرى؟ يعني منظمة الصحة العالمية تقول هذا المسح خلاص أصبح قديم. لا في مسح آخر. يجب المشاركة مع شركة أخرى، شركة أخرى هي داعمة للمسح. في كل المسوحات وزارة الصحة في مسح الآن اللي هو مسح التدرج للامراض غير الانتقالية أيضاً برعاية منظمة الصحة العالمية. الشيء الاخر مؤسسة الرعاية الصحية في تقارب كثير بين وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية، لان يعني كلهم برايمري كير، يعني كلهم يقومون بعمل برامج تقصي برامج سكريننج، او فهم الجهتين مع بعض التعاون في كثير من البرامج، حتى برنامج اللي هو مسح اللي هو حدة الابصار في المدارس ايضا بالتعاون مع مؤسسه الرعايه الصحيه بين الرعايه الصحيه الاوليه ووزاره الصحه العامه، اليوم دكتور بالنسبه لهذه المسوحات الوطنيه التي تتحدث عن قضايا مهمه واللي مثل ما تفضلت من 2009 حتى اليوم يعني اربع اضعاف الناتج الايجابي خلينا نقول لهذا المسح، اهميه تفاعل المجتمع مع هذه المسوحات او عندما يطلب من فرد من افراد المجتمع ان يكون ضمن عينه لاجراء مسح. شيء مبشر طبعا نسبه 8% من اللي تم فحصهم نظرهم اقل من الطبيعي وبالتالي 92% نظرهم كان طبيعي لم يكن لديهم اي مشاكل بصريه ومع ذلك قاموا بالتجاوب مع مع الاتصال الهاتفي من وزاره الصحه قاموا بالتجاوب مع الدعوه وذهبوا بانفسهم الى المراكز الصحيه لعمل الفحص سلام. هذا يدل على ان لديهم تجاوب سليم تجاوب مبشر عندهم وازع وطني لانجاح هذا البرنامج بدون التعاون المشاركين بدون استجابتهم اكيد هذا المشروع سيكون غير مجدي اكيد كل الشكر لك دكتور شادي الاشول وانت اخصائي العيون بوزاره الصحه العامه والباحث الرئيسي لهذا المسح شكرا لك وبالتوفيق لكم ان شاء الله يعطيكم العافيه الله, الله يعافيك الله يعافيك شكرا لك دكتور شادي وشكرا لكم ايضا أعزائي المشاهدين على مشاهدتكم لحلقة اليوم من برنامج حياتنا قدمنا فيها العديد والعديد من المواضيع عبد الله. أكيد كل الشكر لك سلمان شكرا, شكرا لكم مشاهدينا الكرام ونشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامج حياتنا